إنا لنا ولنا نساند ما استطعنا بعضنا ولأجلنا نبقى إذا اشتدت مواجعنا هنا وهنا أنا سأمد كفي كي أزيح بها العنا عن من إذا ما ضاقت الدنيا به ضاقت بنا وستعزف الآمال أحلاما تراقص دربنا فحياتنا تبقى برغم صعوبة الدنيا لنا ولنا سنبقى كي نزين بالبقاء حياتنا أحبتي حياكم الرحمن. آفة يعاني منها مجتمعنا اليمني بشكل كبير، هي علة تتفشى في محيط مجتمعنا اليمني بشكل أكبر، الفقر. من الأمثال التي توقد بداخلي شعلة عن الفقر هي قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وكذلك قول الأديب والفيلسوف الروسي جان جاك حيث قال: ليس للفقير معدة أصغر من معدة الغني، ولا للغني معدة أكبر من معدة الفقير. إنسان فقير معنى ذلك أنه لا يملك القدرة على تأمين أساسيات الحياة، وقد يلازمه قلة الحيلة وعدم القدرة على العمل لتأمين ما يلزم من متطلبات هذه المعيشة. اليوم أحبتي، طاقم حياة الناس قام بزيارة ميدانية لأسرة متعففة، أم لأولاد تعاني وتكابد المرض، عافاها الله وشافاها وعافى جميع مرضانا ومرضاكم أحبتي. أم نصر، أهلا بك أم نصر. أم نصر، في البداية عرفينا عن نفسك. أنا أم نصر وعندي 5 أعيان وعاني من مرض سرطان الغدد. أم نصر، نريد أن نعرف تفاصيل معاناتك مع مرض السرطان. أنا عندي مرض السرطان، وقست كل شهرين يمدوا لي جرعة، وقست نعزل عن عيالي وحدهم، هم يجلسوا وحدهم وأنا أجلس وحدي لمدة شهر. الفترة التي قضيتي فيها وأنت تعانين هذا المرض؟ قضت لي تقريباً 4 سنين. أنا أربع سنوات. الأربع سنوات كيف مرت عليك بهذه الصعوبة بكلها، يعني وقت في تربية الأطفال أيضاً وانعزالك عنهم أثناء التعرض للجرعة؟ صعبة، يعني قدوة، يعني عيالي يقصوا بعيداً عني وأني مريضة. حالة زوجك؟ صعبة، كان موظف دلحن ما عادش يشتغل. كم يستلم؟ كم؟ 35. لازالت سارية إلى الآن؟ نعم، حالها إيجار 20. إيجار البيت كم؟ 20. 20,000 من أصل 35، يعني تروح للإيجار. موسيقى
إما لنا. الشيء المحزن والذي آلم فريق العمل أن هذه المرأة تستخدم علاج كيماوي يضطرها أن تنعزل عن أبنائها لمدة تتراوح بين 10 أو 15 يوم. والله المستعان، ظروف قاسية تعيشها هذه الأسرة، عل جيرانها لا يعلمون عن الوضع التي هي تعيشه، ومن كان في قلبه رحمة وخير واهتمام كان سوف ينظر لحال هذه المرأة. الفقر أحبتي هو أن لا تستطيع النوم وأنت تتابع بأطراف عينيك أطفالك يترقبون وجبة تشبع بطونهم ذات جوع. الفقر هو أن تضرب برأسك الجدران وأنت تتأمل إلى أطفالك يقاسون وجع المرض دون أن تستطيع شراء الدواء. الفقر هو أن تقطع أحلام طفلك البسيطة حبال شرودك ليقول لك متى يا بابا بتشتري لي كسوة العيد، لتطمئنه بقريبا وأنت تعلم أنك عاجز عن فعل ذلك، وكأنك تحقنه بمهدئات كي يهدأ قليلا. الفقر هو أن تتأمل إلى أطفال جيرانك بألبستهم البهية وظهورهم المشرق وأنت تحاول أن تحجب تلك الرؤية عن أبنائك لترقع أوجاعك كما رقعت ملابسهم. الفقر هو أن تحتشر دمعاتك في عنقك وأنت ترى المجهول الأسود في عنق مستقبلهم. الفقر هو أن تتابع بريق عيني أطفالك وهم يتحدثون عن مستقبلهم البهي بوجودك، تستمع لهم، أحدهم يقول بكرة لما بابا يكون معه فلوس بيشتري لنا شنطة للمدرسة وأقلام ودفاتر جديدة بدل اللي جابوها لنا الجيران، وبيشتري لنا زي جديد للمدرسة. بكرة لما بابا يكون معه فلوس بيشتري لنا كسوة العيد مرتين، بيكون يودينا الملاهي ونلعب. ثم يلتفت إليك ويقول صح يا بابا. الفقر هو أن تحتضنه في تلك اللحظة باكياً، ترى زيه المدرسي المخيط من جوانبه وركبتيه لتنفجر عينيك بالدموع. تعرفون ما الذي تتمناه الأم التي زارها فريق العمل وما الذي تحلم به؟ تفكر في أبنائها ومستقبلهم. طلبنا منها أن تحدثنا عن أي شيء هي تحتاجه يمكننا أن نقدمه لها، فكان الطلب غريب ومحزن في نفس الوقت. طيب، إحنا الآن نريد أن نعرف ما هي أمنيتك. أمنيتي غير كان نشتري طاقة عشان العيال معاي يقيسوا وحدهم وأنا قيس وحدين، قيس وحدهم بنضل بين هذه الأيام فنزعل عليهم. اسمك؟ نصر الله. كم عمرك يا نصر؟ 10 سنوات. اسمك؟ رحاب. ما شاء الله يا رحاب. إذن أم نصر، إن شاء الله إحنا نقوم بمساعدة بسيطة جداً، إن شاء الله نعمل يعني على مساعدتكم مساعدة بسيطة، هي دائما حقكم أكبر من هذا بكثير، إلا أننا نتمنى أننا نقدم ما نستطيع أن نقدمه. تريد كهرباء في المنزل كي لا يمل أبنائها أثناء ابتعادها عنهم في فترة العلاج، فهي تعتقد أن الكهرباء سيتيح للأبناء أن يتفرجوا على التلفاز وأن النور في المنزل قد يسعد أولادها قليلاً. الله المستعان، كل ألم وحسرة، وكم أتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي لا نجد فيه محتاج ولا فقير، ولن يكون ذلك إلا في حالة واحدة عندما نتفقد أحوال بعضنا البعض. انظر يميناً ويساراً، قد تجد بالقرب منك جداً محتاج لا يجد حتى لقمة العيش. نشكر راعي البرنامج شركة مياه بلادي. الآن إن شاء الله إحنا نتحرك، يلا شباب. إنا لنا ولنا نساند ما استطعنا بعضنا، ولأجلنا نبقى إذا اشتدت مواجعنا هنا وهنا. أنا سأمد كفي كي أزيح بك.
السلام عليكم أخي. السلام. كيف الحال؟ الله بركاته، حياك الله. معك برنامج حياة الناس من قناة السعيدة. اليوم جايين لعندك نشتي نشتري طاقة شمسية مساعدة إنسانية للأسرة، فأيش تنصحنا؟ أولا من ناحية الألواح، يعني شوف لنا الألواح اللي هي. الألواح بجيب لكم أوريكس، إضاءة ممتازة جدا. إيه؟ اللون أسود. جدا طبعا. ممكن نشوفها؟ ممكن. هذا النوع. حلو جدا. تمام. طيب. 150. هذا 150 وات. 150. طيب. سعر الشاشة. الشاشة معك ستار إكس، هذه طبعا ضاعة صيني بس درجة أولى. 3 دايركشن، شوفها من كل الاتجاهات. ما تسويش أبدا. كم سعرها؟ هذه سعرها من 25,000. مخرج 700. تمام. اللمبة. هذا سيمنز طبعا. هذا كم سعره؟ هذا سعره 6.5. 6.5. طيب اللوح، اللوح كم سعره؟ ما سألنا شو سعره. اللوح من 27 أوريكس. طبعا. يخرج 8.5 ساعة طبعا. بطارية أمشي يومي. طيب البطارية. بطارية بجيب لكم بطارية فيتنامي لونج. أحسن بضاعة طبعا. أبو 100. شي لمبة. طيب اللمبات. احنا شوف بدي بدي لكم من هذا النوع. إنا لنا ولنا نساند ما استطعنا بعضنا ولأجلنا نبقى إذا اشتدت مواجعنا هنا وهنا أنا سأمد كفي كي أزيح بها العنا عن من إذا ما ضاقت الدنيا به ضاقت بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيفك يا نصر؟ تعال هنا يا نصر. ايش هذا يا نصر؟ شاشة التلفزيون ان شاء الله من اليوم مصاعدا ما فيش طبح ان شاء الله. طبعا يا ام نصر احنا اشترينا طاقة شمسية ان شاء الله تكون كافية بالنسبة لكم. لوح منظم، بطارية، شاشة. سنركبها إن شاء الله الآن. أم نصر، نريد أن نعرف شعورك على توفير الطاقة الشمسية. شعوري والله الحمد لله أن حلم تحقق، ونتمنى أن تساعده كل الناس. تسمحي لنا أيوة أم نصر نقوم نركب إن شاء الله الطاقة الشمسية ونجهزها إن شاء الله وتكون جاهزة. وبنا الحياة سترتدي لون الربيع لأجلنا وستعزف الآمال أحلاما تراقص دربنا فحياتنا تبقى برغم صعوبة الدنيا لنا ولنا سنبقى كي نزين بالبقاء حياتنا
إن لنا. الحمد لله نحن انتهينا من التركيب. أم نصر تعالي بس خذي هنا معايا فكرة على اساس تعرفي هذه الشاشة. تعالي هنا وقت التركيب انتبهوا بس لا تركبوا بالعكس، لازم الأحمر مع الأحمر اللي هو الموجب والسالب مع السالب. ولنا نساند ما استطعنا بعضنا ولأجلنا نبقى إذا اشتدت. الحمد لله احنا الآن انتهينا من تركيب الطاقة الشمسية لأسرة أم نصر. نأمل من الله ان احنا نكون قدمنا المساعدة البسيطة. نشكر راعي البرنامج شركة مياه بلادي. من منكم وضع نفسه مكان ذلك الفقير، ومن منكم حاول إيجاد حل للخروج به من عالمه المظلم ومن زاويته السوداء؟ ربما أنك لا تستطيع حل هذه المشكلة بشكل كامل، أو لا ترغب في حلها لإقامة التوازن بين طبقات المجتمع ولو كان هذا التوازن بشكل نسبي، ولكننا نستطيع حل هذه المشكلة بشكل فردي مع من نعرفهم. ولقتل الفقر إذا ما اعتبرنا الفقر رجلاً، فنحن لسنا ضد الأقنياء، ولكن عليهم الاهتمام بالفقراء فهذا لصالحهم، وعليهم محاربة هذا الفقر كما فعل الإسلام. وفي النهاية لا الفقر يستطيع إذلال النفوس القوية، ولا الثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنيئة. الخير في كل مكان، فأين أنت؟ اعمل الخير وساعد الناس في كل وقت وحال. كن أنت الطوق للنجاة لهم، كن أنت ذلك الكف الذي يمتد ليخرج الحزن من قلوب الناس لتغرس مكانه فرحاً وسعادة. كن أنت تلك الأصابع التي تمسح دموع المكسورين لتعطيهم أملاً بأن ما عند الله خير وأبقى. كن أنت ذلك العكاز الذي يتكع عليه من أثقلهم هم وعب ومصاعب هذه الحياة. كن أنت ذلك الطوق الذي يتمسك بك من غرقوا في مستنقع الإهمال والنسيان، ليعلموا أن الله قادر على كل شيء ولن يضيعهم أبداً. كن أنت ذلك النور الذي يهتدي به من ضلوا طريقهم وتكالبت عليهم هذه الدنيا. كن أنت تلك السعادة التي ينتظرها كثير من الناس حتى أنهم أوشكوا على نسيان اسمها حتى معناها. كن أنت وأنت وأنا، نعم نحن جميعاً بإمكاننا أن نصنع الكثير لأجل بعضنا البعض. دمتم في خير وسعادة. لا تنسونا من خالص الدعاء. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة في رعاية الله. نبقى إذا اشتدت مواجعنا. إنا لنا ولنا نساند ما استطعنا بعضنا ولأجلنا نبقى إذا اشتدت مواجعنا. هنا وهنا أنا عن من إذا ما ضاقت الدنيا به ضاقت بنا. وستعزف الآمال أحلاما تراقص دربنا. فحياتنا تبقى برغم صعوبة الدنيا لنا.
سنبقى كي نزين في البقاء حياتنا. إنا لنا